بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الجزء الثاني من المحاضرة الثانية، محاضرة البنزين وتفاعلات البنزين. بسم الله. قبل ما نتكلم عن السبستيتوانت افكت اون الاروماتيك رينج، لازم نفتكر مع بعض الكلام اللي قلناه بخصوص الأورثو والميتا والبارو. فاكرين يا شباب لما تكلمنا عن البنزين رينج، وقلنا ان لما يكون عندي اي سبستيتوانت على البنزين رينج، قلت باقي الذرات بتتقسم بالنسبة للمكان بناء على الاس ده الى 3 اماكن. في عندي حاجة اسمها الأورثو، وفي عندي حاجة اسمها الميتا، تمام، وعندي مكان تالت اسمه البارا. اوكي، طيب لو انا هنساهم، اسهل حاجة انا كنت بعلمهم كده، ده له عينين أورثو، ودي اسنان ميتا، وده لسان الايه يعني شبح، وأدا شبح اهو، تمام، عينين سنان ولسان الشبح، يبقى أورثو ميتا، أورثو ميتا اند بارا، تمام. يبقى تاني المركبات الاماكن اللي موجوده في البنزين بتتقسم بناء على السبستيتوانت لثلاث اماكن، اورثو ودي اللي جنب على جنب السبستيتوانت على طول، وميتا ودي اللي بعيده عنه بمقدار ذره كربون، وبارا ودي اللي بعيده عنه بمقدار ذرتين كربون. طيب علشان نختبر نفسنا في وجود الاورثو والميتا والبارا، قول لي كده لو انا عندي السبستيتوانت في المكان ده، تمام، المكان اللي انا هعلم عليه ده هو بالنسبه للسبستيتوانت اي وضع، ها اسال نفسك، اللي جنبه اورثو واللي بعديه ميتا، يبقى دي بالنسبه للسبستيتوانت في الوضع ميتا. يبقى مهما كان وجود السبستيتوانت، المركبات الذرات بتاعت البنزين بتتقسم بناء عليه الى جنبه اورثو، بعيد عنه ذره ميتا، قصاده بارا. خلاص كده، كده احنا عرفنا الأورثو والميتا والبارا. طيب احنا المرة اللي فاتت النص الاولاني من المحاضرة قلنا ان البنزين بيحصل بيعمل هجوم على اي الكتروفايل، على اي ايه الكتروفايل، الكتروفايل يعني اي حاجة موجبة. فالبنزين بسبب الاتنين الباي بوندس او الروابط الثنائية اللي موجودة عنده، بيروح يعمل هجوم على الالكتروفايل ده، ويروح يحصل سبستيوشن، او سبستيوشن مكان ذرة الهيدروجين اللي موجودة تتشال ويتحط مكانها الالكتروفايل ده. واخدنا في الالكتروفايل دي مجموعة من المركبات، اخدنا الكلورايد، واخدنا الهاليدات بصفة عامة، وبعدين اخدنا النيتروجين النيترو، وبعدين اخدنا السلفونيشن، دول كلهم اخدناهم. طيب دلوقتي ايه اللي عندي؟ دلوقتي اللي عندي بنزين وعليه الكتروفايل بعد ما عملنا عملية السبستيوشن. انا دلوقتي عندي بنزين وعليه الكتروفايل، وعايزة يدخل كمان الكتروفايل جديد على البنزين، تمام. يبقى انا دلوقتي اوريدي عندي بنزين عليه الكتروفايل، وعايزة ادخل كمان الكتروفايل جديد، هل البنزين هيتأثر بوجود الالكتروفايل القديم ده ولا مش هيتأثر؟ قالك هيتأثر. يبقى تاني انا عندي اوريدي دلوقتي الكتروفايل موجود على البنزين، وعايزة ادخل كمان الكتروفايل جديد، هل البنزين القديم هيبقى زي ما هو قبل دخول الالكتروفايل القديم، ولا هيتأثر بوجود الالكتروفايل الجديد؟ قال لك والله الالكتروفايل القديم بيأثر في ذرة البنزين او في مجموعة البنزين دي بحاجة من اتنين. عندي حاجة اسمها ريزونانس افكت، ريزونانس افكت، وحاجة اسمها اندكتيف افكت. معلش ايه ده بقى؟ قال لك والله التأثير بتاع الالكتروفايل القديم، فاكرين لما كنا بنحط ان او 2 هو ده اللي نقصده؟ يعني انا دلوقتي عندي نيترو بنزين، بنزين وعليه ان او 2، او بنزين وعليه سي اتش 3 الكايليشن، او بنزين وعليه كلورايد كلورو بنزين،
ده نقصد بيه الالكتروفايل اللي موجود هنا. لو اي واحد من دول موجود على البنزين وعايز ادخل بنزين جديد، هيأثر بحاجة من اتنين: وجود الالكتروفايل القديم ده، يا اما بيعمل اكتيفيشن للجروب، يعني بيخلي البنزين دي جاهزة قوي 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 انها تاخد كمان الكتروفايل جديد، او بيعمل عندي حاجة اسمها دي اكتيفيشن. يبقى تأثير الالكتروفايل القديم على البنزين رينج اما اكتيفيشن واما دي اكتيفيشن. الاكتيفيشن والدي اكتيفيشن دول بيحصلوا بحاجة من اتنين: اما ريزونانس افكت واما اندكتيف افكت. ايه هو الريزونانس افكت؟ قالك الريزونانس افكت ده سحب او اعطاء الكترونات. يعني ايه؟ يعني الالكتروفيل ده يا اما بيسحب الكترونات من حلقة البنزين، يا اما بيعطي الكترونات لحلقة البنزين. بس مين المستقبل للسحب او الاعطاء؟ قالك الكترونات الباي عن طريق الرابطة. مين؟ عن طريق الرابطة باي. هيكتب هنا عن طريق الرابطة باي. انهي رابطة باي؟ اللي هي الرابطة الثنائية التانية اللي هي دي. تمام. يبقى كلمة ريزونانس افكت معناها سحب او اعطاء الكترونات. هو مين اللي يسحب ومين اللي يعطي؟ الالكتروفايل القديم. عن طريق الرابطة مين؟ الرابطة واي، هي اللي مستقبل او ساحب. حلو قوي. طب كلمة اندكتيف افكت نفس التعريف، سحب او اعطاء الكترونات. مين اللي هيسحب ومين اللي هيعطي؟ طبعا نفس الالكتروفايل. لمين؟ لمجموعة البنزين. طيب بس مين اللي هيكون عن طريقه؟ عن طريق الرابطة سيجما. مين الرابطة سيجما؟ الرابطة الاحادية الاولى اللي موجودة في كل الذرات، الرابطة الاولى. فاكر؟ يبقى الرابطة سيجما، الرابطة باي اللي باللون الأحمر، هي الروابط الثنائية اللي هي طول الوقت عمالة أصلا تلف حوالين البنزين رينج. أم اللي هي مين اللي مسؤول عنها؟ اللي موجودين في بي، اللي موجودين في الأوربيتال بي، الإلكترونات الموجودة في الأوربيتال بي. أما الرابطة سيجما ديت اللي هي الرابطة الأحادية الأولى اللي موجودة من الأول أصلا. خلاص. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ريزونانس افكت، وفهمنا يعني ايه اندكتيف افكت، وقلنا ان التأثير ده هيكون اما اكتيفيشن، يعني هيأكتيف لذرة البنزين، مجموعة البنزين، وهتبقى جاهزة انها تستقبل اي الكتروفايل تاني، او هيخلي ذرة البنزين او مجموعة البنزين دي غير جاهزة او غير مؤهلة لاستقبال الكتروفايل تاني. خلاص كده. طيب خلينا بس نقول حاجة مع بعض. ايه هي؟ عندي المجموعات متقسمة، المجموعات اللي بتتحط، الالكتروفايل اللي متقسم اللي بيتحط على ذرة البنزين ده متقسم لمجموعتين: مجموعة بتسحب الكترونات، ودي بنقول عليها withdrawal group، withdrawal group، electron withdrawing drawing group، الكترون withdrawing group، وبنكتب عليها كده W G withdrawing group. تمام. ومجموعة تانية اسمها الكترون donating group، donating يعني معطية. تمام. group، فدي بنقول عليها DG علشان donating group. donating معناها كريمة بتعطي، اما withdrawing group بخيلة بتسحب. تمام. طيب تعالوا كده برضو نفهم الموضوع. لو انا عندي البنزين رينج دلوقتي وعليها ذرة بتعطي الكترونات، يعني electron donating group، electron donating group يعني معطية. تمام. لو عليها ذرة معطية الإلكترونات، يعني عمالة تاخد من إلكتروناتها وتدي للبنزين رينج، ساعتها البنزين هيكون عنده إيه؟ وفرة من الإلكترونات. حلو. يعني جاهز في أي وقت لاستقبال أي إلكتروفايل
موجب، صح كده؟ تمام. بسبب مين؟ بسبب الالكترون دونيتنج جروب دي، هتخلي البنزين اكتيفيشن، هتعمل اكتيفيشن للبنزين. بتعمل ايه؟ بتخلي البنزين شعلة حماس انه يستقبل اي حد يتحط عليه تاني. والمركبات دي بتكون بتوجه في مكانين، يعني لو داخل عليا الكترون الكتروفايل جديد بيروح في مكانين، في مكان الأرثو تمام والبارا بوزيشن. يبقى علشان ذرة البنزين بتكون مليانة الكترونات، فبدل ما الالكتروفايل يجي ويتحط في مكان واحد، لا دي هتحطه في مكانين، فين؟ في الأرثو والبارا بوزيشن. تمام، خلاص الحتة دي إلى حد ما اتفهمت. الكلام ده لو كانت إلكترون دونيتنج جروب، إلكترون دونيتنج جروب. حلو قوي، خلاص عرفنا القصة دي. كريمة بتعطي إلكترونات فتزود البنزين بالإلكترونات، فساعتها البنزين هيكون شعلة حماس ويحط في مكانين، الأرثو والبارا بوزيشن. تمام، لنفرض بقى ان الالكترون withdrawing جروب هي اللي موجودة عندي على البنزين رينج. يعني لو دي البنزين رينج وعليها ذرة ساحبة للالكترونات، يعني الكترون withdrawing جروب ساحبة بخيلة، بتعمل ايه؟ بتاخد هي الكترونات البنزين وتخلي البنزين طول الوقت عليه اشارات موجبة. بتخلي البنزين طول الوقت عليه اشارات موجبة. شوف كده، انا حاطة الاشارة الموجبة فين؟ حطاها جنب وقصاد الالكترون وزدرونج جروب. في الوقت ده مين اللي لسه محتفظ بالكتروناته؟ الميتا بوزيشن. فالميتا بوزيشن هي اللي بتكون في الوقت ده بس جاهزة الى حد ما لاستقبال اي الكتروفايل جديد. يبقى لو كان البنزين على الكترون ويزدروينج جروب، يعني ذرة ساحبة للالكترونات، ساعتها البنزين مضطر اسفا انه ياخد الالكتروفايل ويحطه في مكان واحد بس. ايه السبب؟ لان الالكترون ويزدروينج جروب سحبت الكترونات الايه؟ البنزين. فالبنزين ما عندوش وفرة من الالكترونات، لا يوجد وفرة. فلو جه عندي الكتروفايل، يعني اي حاجة عليها اشارة موجبة، لا تستقبل الا، او لا توجه الا في مكان واحد، الا في مكان واحد فقط، وهو الميتا بوزيشن. الميتا بوزيشن، عشان كده الالكترون وزدروينج جروب بنقول عليها موجهة للميتا فقط، موجهة للميتا فقط، لان هي ساحبة، فبتخلي البنزين هو كمان بخيل ويستقبل في مكان واحد فقط، وهو الميتا بوزيشن. طيب باقي فقط ان احنا ناخد امثلة على كل واحد من دول، الالكترون دونيتنج والالكترون وزدروينج جروب. بالنسبة للالكترون دونيتنج، هي مثلا عندك CH3، مثلا عندك OH، مثلا عندك NH، تمام؟ كل دول يعتبروا الكترون دونيتنج جروب. طيب اديني مثال على الالكترون وزدروينج جروب، الذرات الساحبة للالكترونات. عندك مثلا السي دبل بوند او، ايا كان بقى المتصل بيها، الان او، الان او 2. غالبا الالكترون وزدرونج جروب بتكون ذره مرتبطه مع اكسجين برابطه ثنائيه، زي مثلا الكربونيل جروب، وكل ما يجي منها مثلا كربونيل، كربوكسيليك اسيد، استر، اي حاجه من دول، ان بتكون متصله بالاكسجين برابطتين ثنائيتين. يعني لو اي ذره مرتبطه برابط باكتر من رابطه احاديه، مثلا السي تريبل بوند ان، دايما الروابط الثنائيه والثلاثيه اللي مرتبطين مع بعض وهيرتبطوا بالبنزين، دول بيكونوا الكترون وزدرونج جروب.
اما الروابط اللي بتكون احاديه زي الاو اتش مثلا بتكون او متصله بهيدروجين وخلاص، بيكون ان متصل بهيدروجينتين وخلاص ان اتش 2، بيكون سي متصله بثلاث هيدروجينات وخلاص. غالبا الحاجات المتصله برابطه احاديه مع هيدروجين بتكون معطيه للالكترونات، اما اللي بتكون مرتبطه برابطه ثنائيه سواء كانت مع اكسجين او نيتروجين بيكونوا الكترون وذروينج جروب. طيب بالنسبة للكلور والفلور والبروم واليود، مواقعهم ايه من الاعراب؟ قالك والله الناس دي محيرة جدا. ازاي؟ قالك هما بنقول عليهم دي اكتيفيتور. دي اكتيفيتور يعني ايه؟ يعني بيسحبوا، يعني بيخلوا البنزين بخيل. قالك ساحبين، بس لقينا بيوجهوا في الوضع القرص والبار، يعني هم في النص ما بين المجموعتين. هم الكترون وذروينج جروب بيسحبوا الكترونات، ايوه واحنا عارفين، بس جينا نشوف لانهم بيوجهوا في القرص والبار زي الايه اللي بيعطوا الكترونات. يبقى دول بالنسبه لي يونيك. يونيك يعني ايه؟ يعني حاجه فريده في النص ما بينهم هما الاثنين، ما بيحبوش حد فبنقول عليهم دي اكتيفيتور، بس لو حد جالهم بيكرموه فبيحطوا في القرص والبارابوزيشن. كده تقريبا الجزء ده انا يعني عملت ايه زي اختصار لكلام كتير هيتقال دلوقتي. تعالوا بقى نقرا اللي موجود عندنا في الايه في المحاضره. بسم الله.